اهلا ومرحبا بيكم في برنامج بيت ريا وسكينه، بيتكم بيت كل المصريين، بيت كل العرب في كل حته في العالم. اهلا وسهلا بيكم. إيه، واخدين بالكم من طليتشي؟ واخدين بالكم من سيده الغرب؟ لاني عمري ما هقدر اكون سيده الشرق، فخليت نفسي سيده الغرب. ايه رايكم؟ لا، الفستان ده مقصر فيكي ولطش معاكي غرب. طله ما حصلتش قبل كده، وما اظنش حد هيقدر يعملها لكم قبل، يعني بعد كده ما فيش غيري انا. معلش معلش، هي بتستغل البرنامج لاغراضها الخاصه، واحنا هنعملها معامله يعني. بعلن عن نفسي. على قدها يعني، معلش. اي معانا برضو ونشيلها برضو. بتسترزق اختنا برضو. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن موضوع حلو قوي، زي ما احنا معودينكم دايما على مواضيع جميله. ليه الراجل دايما دايما ما بيحبش الست الذكيه؟ انا قابله، انا يا ميس، انا اتفضلي قولي يا حبيبتي. علشان بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه عشان الرجل دايما بيبقى عايز يكون هو الذكي وهو اللي في الصوره وهو اللي متصدر. ازاي ازاي تيجي ست تبقى هي الذكيه وهو يطلع غبي جنبها؟ برافو يا حبيبتي، برافو، انت في الشفوي جميله جدا. السؤال الثاني، وارجو ان كلكم تغيروا من زميلتكم الشاطره وتجاوبوا عليه. سيده الغرب. من سيدة الغرب اللي جات لنا دي بردائها الأسود، ليه الراجل بيخاف من الست الذكية؟ أنا يا ميس، أنا يا ميس، أنا يا ميس، ميس. أنت برضو؟ أخش الحمام. أنا يا ميس. طب قولي. علشان بسم الله الرحيم، الإجابة بقى إن هو لو هي عاشت معاه في بيت واحد هتأثر عليه طبعا، مش هينفع ان هو يعمل بقى 100 راجل في بعض قدام عياله. هي طبعا هتبقى ايه، مسابقه تفكيره ومسابقه دماغه، فهتتعامل مع العيال بذكاء. هو بقى هيبقى باصص كده، وايه ده، هي بتعمل كده ليه، هو انا فين، شخصيتي راحت، شخصيتي راحت قدام العيال وفي البيت، انا مش بيت، انا مش البيت. ايوه، برافو في الشفوي هايله، وارجو كلكم انك تغيروا منها وتبتدوا تفكروا. السؤال الثالث يا ولاد، ليه الراجل لما تكون الست بتعمل، يعني مش ست بيت وبتعمل، وتكون ذكيه في عملها بدل ما يشجعها ويقف جنبها، تلاقيه بيغير منها ويبقى عايز يهدها؟ انا ميس، انا انا ميس، انا انا ميس. ايوه عبعال، عبعال، قول قول يا حبيبي. والله يا ميس انا هقول لك على حاجه، الراجل راجل في حتت كتير قوي قوي قوي، ما يحبش يلاقي الست قدامه راس براس كده، ما يحبش يبقى هو بيصرف ويلاقي الست جنب منه بتصرف، ما يحبش ان هو يدي اوردر لعيل صغير ويلاقيها هي مدياله اوردر تاني وتمشي دماغها، الراجل يحب يحس انه راجل كده يا استاذه. طب لو هي شغاله وامراه عامله؟ امراه عامله لما جوزها يعطل عن العمل تصرف هي، لكن ما تحسسوش ان انا وانت في البيت ايه، دماغ قدام دماغ. انت خايف علشان هي ما تترقاش وتبقى في مرتبه اعلى منك. ايوه، ونتفرج بقى على فيلم مراتي مدير عام، ونقعد بقى نعمل مشاكل مع بعض وتهزق. أيوة، قدام الموظفين. عبعال السيده الغرب، وباقي الفصل يا ريت يغير منهم هما الاثنين ويحاول يستسكى كده بالظبط. عندنا سؤال رابع اموري، أو سؤال تالت، مش فاكر أنا قلت رابع. لا رابع، رابع، أنا متابع. أنا ذكي. هل الراجل المتوسط الذكاء ولا الراجل الناجح جدا في عمله، مين اللي تليق عليه يبقى معاه ست ذكية من غير ما يأذيها؟ أنا يا ميس، أنا يا ميس، ست ذكية زيه، علشان الاتنين يكون مستواهم قد بعض في نسبة الذكاء، ويقدروا يعيشوا مع بعض ويتعايشوا مع بعض ويربوا ولادهم بدماغ واحدة. اهي دي بتجاوب بس يا نونا، دي بتجاوب بس. عندك اجابه؟ لكن في الحياه العاديه دي عامله نفسها، بص، بت مارك زوكربيرج ده بتاع الفيسبوك، دي عامله نفسها كده. شوفيها في البيت تلاقيها سمنه الهانم قاعده قدامك. طب وانت ايه اللي مضايقك منها ان هي بتفهم وكويسه وبتجاوب؟ لا خالص، دي بتجاوب بس، لكن عملي مفيش حاجه خالص. ليه؟ انا مش اذكى منك يا عبد العال. ايوه ذكيه وبتاذيني. ليه باذيك؟ بتاذيني في قراراتك. الله، مش قراراتي طالعه مظبوطه عشان انا ست ذكيه؟ ايوه، ريحي دماغك شويه، سيبيني
طول ما انت قاعده تفكري 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 انا هعمل ايه في البيت؟ واذا كنت انت غبي ما بتعرفش تفكر اسيب الدنيا تبوظ مني؟ هتعلم ابقى كويس وذكي. شفتي بقى هو ازاي الراجل بيغير من الست الذكيه؟ وبيقولك هتعلم وابقى ذكي. امتى هتتعلم وتبقى ذكي؟ من شب على شيء شب عليه يا عبد العال. من ايه؟ من شب على شيء شب عليه. انت غبي هتفضل غبي. ايه وايه مشكلتك يعني؟ ان انت غبي انا اذكى منك فانت بتتضايق مني ليه؟ ايه قول لنفسك. لا عشان خاطر المفروض شايفاني غبي تتغبي زي الله. وناخد البيت والولاد والعيشه ونروح لناحيه الغباب ونغرق. ما لكن حد فينا هيحسس التاني بغبائه يبقى بني ادم مش كويس. عبد العال ايه خش جحرك. حاضر. بصوا يا ولاد الراجل دايما بيغير عشان الذكوره العاليه اللي عنده من ان الست تبان انها ذكيه لانها هتنجح في مجال عملها وهتنجح في بين زمايلها وهتنجح في البيت وهتنجح مع قرايبه وهتنجح في تربيه الاولاد. فالراجل دايما بيحس ان هو اقل. ودي اللي علموها لنا غلط في التربيه وفي المدارس. اوعى تخاف من مراتك الذكيه. الراجل الناجح اللي متفوق في حياته عشان عارف ان لازم يكون وراه حد صلب فدايما يحب الست الذكيه. يقول لك اللي تعرف تتصرف وانا مش موجود، اللي تعرف تشيل المسؤوليه. ليه؟ لانه راجل ناجح ما عندهش نواقص في شخصيته. لكن دايما اللي مش ذكي عنده عدم ثقه بالنفس، فعشان كده دايما عايز معاه ست غبيه عشان ما يحسش ان هي اعلى منه. لكن الناجح عنده ثقه بنفسه والناجح ومتفوق. يرفع ايده. ايه يا ميس؟ فعايز ست ايه معاه؟ ذكية زيه. يا ميس عايزة ايه؟ ممكن اطلع بريك اروح بس اكل فشار وارجع؟ طيب لغاية ما سيدة الغرب اللي معانا بس تلميذة مجتهدة على فكرة وشاطرة تروح تاكل ويلا بينا نطلع فسحة ونرجع نكمل باقي حصتنا. انا معايا نياشين يا ميس، معايا نياشين. جينا لفقرة الضيف، وأنا فقرة بحبها قوي وحضر أقول بحبها قوي لغاية ما زهقكم. وفقرة الضيف ديت فقرة حلوة قوي لأن جانا تليفون قبل ما يجي الضيف، يعني جانا تليفون من مدموازيل لطيفة جدا، وأحب أسمعكم المكالمة وأسمعكم هي عايزة إيه من البرنامج وبتقول إيه وطلباتها إيه. هي مش لطيفة، هي جميلة قوي. ألو 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 اسمك إيه؟ مش لازم تعرفي اسمي، هي بدرية عارفة عشان هي حبيبتي. ايوه طيب مين؟ انت نسيتي يا بدرية صوتي ده؟ ازيك عاملة ايه؟ انا كويسة. كويسة؟ انا الحمد لله. مين دي تعرفيها؟ يعني الصوت مش غريب علي. طيب ممكن بس تعلي صوتك وتقولي لنا عايزة ايه؟ بدرية هو مش انت كلمتيني على انتصار وقلتي لي عليها حاجات امبارح؟ انت يا بنتي بتكلميني من تحت اللحاف. هو انت ليه بوشيني يا بدرية؟ انا بوشين؟ اه امبارح قلت لي كلام على انتصار غريب قوي. قلت ايه؟ انت بتسحوجي كده ليه؟ انا كده انا حلوه كده. انت ايه؟ انا حلوه كده. انت حلوه على نفسك انما ما تتلزقيش علينا. لا انت بوشيني يا بدريه، انت مش كنت امبارح بتقولي لي بحبك وما عرفتش ايه وبتاع. بحبك انت ولا أيوة. بحب انتصار ما بحبهاش وبعلنها. أيوة انت قلت لي كده امبارح، قلت لي بس ما تقوليهاش. انت يا بنت ايه مكالمات بعد 12 بالليل دي يا بنت؟ انت ليه بتتكلمي كانك رسمه على جواز؟ انا؟ ازاي يعني؟ يعني انت فعلا مثال سيء جدا للبنات ان هم يبقوا بيتكلموا بالاسلوب ده. لا يا عيني جدا. ايه يا عيني؟ ايه يا عيني؟ انتصار؟ ايه جو؟ ما تتريقيش عليا انتصار؟ لا انت بتسحويكي. ما تتكلمي كويس كده واجمدي كده، ما تطمعيش الناس فيكي. انا بحب مدريه. وانا كمان بموت فيكي. غوري انت وبدريه، مش عايزه اكلمها. قلبتي على البنات اللي بيكلموا اسامه منير بعد 12 بالليل كده ليه؟ مش عارفه هو انا مين لي كده. ايه ده ما تتكلميش معاها، دي اسلوبها غريب. اسلوب انت بدريه بتكلمني ليه كده يا بدريه؟ عشان انا ايه بس بت انت مع اسلوبك وحش، ما تتكلميش في السكه. ضيفنا قصدي ضيفتنا اللي بتكلمنا دلوقتي الحمد لله قفلت
لان انا ما بحبش طريقه كلام البنات بالشكل ده. معانا طفل صغير بيتصل بينا ونقول الو. الو. ايوه يا حبيبي، انت مين؟ انا بحب بنت سول. الله، انتوا مقسمينها ولا ايه؟ ايوه انا اختها الصغيره. ايه؟ انا اختها الصغيره. اختها الصغيره ولا اخوها الصغير؟ اختها. انتي اختها؟ اه، عشان نفس طبقه السوق. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا، ازيك؟ ايوه اهو الرجوله طلعت علينا. طفحت علينا. الطفل الصغير او الطفله الصغيره قفلوا دلوقتي، وتعالوا نشوف التليفونات اللي كانت معانا مع مين. اهلا اهلا اهلا، انت عامل ايه؟ مره واحده كنت طفل كبير. ازيك يا شريف؟ تمام الحمد لله. معانا شريف مشهور النهارده، وشريف مشهور مشهور، ربنا يخليك، بصوت البنوته وصوت الطفل. بس انا الاثنين ما عجبونيش بصراحه. بس يعني لما في التليفون يبقى احسن. بجد؟ لما اعمل فيني كده فعلا. طب مش ايه؟ انت عملت كده في الناس؟ عملت كده في الناس كلها. احكي لنا بقى ايه المواقف دي؟ هي اول حاجه انا لما عملت اول فيديو ليا اللي تعرفت بيه كان اسمه انا بكرش عليك. انا بكرش عليك. انا بكرش عليك. تمام. ده من مثلا من 3 سنين ونص. كنت كلمت واحد صاحبي في الاول، وكلمته على اساس ان انا واحده وارتبط بيها 3 ايام، لغايه ما قلت اعمل فيه فيديو وننزل الفيديو ده. ارتبط بيك 3 ايام على انك واحده؟ واحنا طبعا يعني عارفين صاحبنا بس مخبين عليه. اه، بيقول لنا يا جماعه انا حبيت واحده بقى وخلاص وقربت ارتبط وكلام. من صوتها؟ من صوتها بس. وانا كنت بجيب صور بقى فيك، اللي هو اديله الصور وبتاع، واحده بشعر وبتاع وخلاص، ويقول لا ما بحبش اللي بشعر، خاصه اتحجب يا حبيبي. كده بس. ولغايه ما الفيديو نزلته الساعه 7 بالليل، صحيت الساعه 1، لقيت صحابي بيرنوا عليا، قولي البيت كمان، اصحى شوف الفيديو ايه اللي بيحصل فيه. دخلت شفت الفيديو، لقيت الفيديو بقى 10,000 فيو. كل ما اعمل ريفريش كل دقيقه يزيد 1000 يزيد 1000، لغايه من الساعه مثلا 1 لغايه الساعه 11 الصبح انا كنت صاحي، لقيت الفيديو ده وصل لغايه 1.5 مليون. ما شاء الله. والناس عماله تكلمني وبتاع، كنت فرحان مش عارف انام. بقيت مشهور يا مشهور. الو. فرحان ازاي؟ انا بقيت في يوم مليون واحد شافوني. وانا ده كان يعني ده هدفي من زمان جدا من صغري، وانا كان نفسي اطلع حاجه زي ابقى مشهور. كل ده عشان ارتبطت بصاحبك؟ شفت. انت شريف ومشهور ليه بشينكو؟ ده اسم الدلع بتاعك؟ اصحابي هم اللي اخترعوا الاسم ده. اه، اللي هو مجنون. بس انت بتقول ان طول عمري نفسي ابقى مشهور. اه جدا. فطبعا في الخمس ست سبع ساعات لما وصلت المليون ده خلاص انت. انا خلاص كده من اول فيديو يعني لسه ما عملتش بيدج ولا اي حاجه. احنا نزلنا بيدج كان عليها 33 واحد. آه. تمام. البيج دي لغايه الصبح بقت 1.25 مليون. بسبب الفيديو. الفيديو ده بس. الفيديو ده بس. طب وانت كان من امالك بقى واحلامك ان انت تعمل فيديو، ولا مثلا كنت عايز تبقى مشهور من خلال انت تغني تمثل؟ لا، هو الموضوع ان جه ان انا مش عايز انزل فيديو اصلا عشان صوت البنت، والعيله عندنا والدي ووالدتي واخواتي ما ينفعش صوت بنت، وكانوا معترضين على الموضوع ده. بس لما الايام عدت وشافت ان في شهره وناس تيجي تصور معايا وهم ينزلوا معايا، فبدات ان هم ياخدوا الموضوع تمام حلو ده، حبوا الموضوع. تمام. بس كويس. انما مش من طموحاتك بقى ان انت تمثل؟ لا، انا نفسي ابقى ممثل مسرحي. ليه بقى؟ مع مصطفى عبد الباقي كمان. ليه؟ لانه بيرتجل. ارتجال. زي مثلا نقول علي ربيع. في الاول برضه كان برتجل. انا ما فيش سكريبت خالص في فيديوهاتي خالص نهائي، وما اعرفش مين انا اكلمه. واصحابك بيساعدوك بقى؟ واصحابي بقى بيساعدوني لو في انا اتزنقت في حاجه، بيقوم سمير مثلا اللي معايا في الفيديوهات اللي بيبقى قاعد جنبي بيقوم قايل لي طب عايزين نخش بكذا، طب عايزين نخش ما اعرفش ايه. بعمل ميوت طبعا ساعه المكالمه. بس بيبقى ارتجال كله. فانا ببقى نفسي اطلع مسرح. طب ما فكرتش تعمل مثلا ستاند اب كوميدي؟ ده يبقى مناسب ليك اكتر من المسرح، عشان رجاله وممكن تقلد صوت ستات، تقلد صوت اطفال وانت واقف لوحدك. ما جربتش. اه، او ما حاولتش. اه. طيب انت دلوقتي بتعمل مقالب، يعني ممكن تتصل بيا وتكلمني على انك بنت وانا ما تقبلتش الموضوع، ولما عرفت بقى ان انت بتهزر فانا اتضايقت برضه. بتنزل الفيديو ده ولا بتاخد راي اللي انت عامل معاه المقلب؟ ازيع ولا بلاش ازيع؟ انا ممكن ارد عليكي
برد اللي هو انا في الاول كنت بتصل باي حد ما اعرفوش خالص لغايه ما الاقي واحد جاي معايا في السكه في المكالمه تمام واعمل عليه الحوار والكلام، هو بيشوف صوت البنت بيضحك ويهزر تمام وانت عارفه اللي فيه تمام. فكنت بتصل باي رقم يرد عليا عادي. بعد كده لما اتعرفت الناس بدات تبعت لي رقم من على البيج تقول ده مثلا ده رقم فلان عنده كذا وشغال كذا كلمه. هم يبعتوا ارقام بعض، هم يبعتوا ارقام من ناس وانا اكلمهم وعارف اسميهم. طب عايزين نشوف الفيديو ده كده. يلا بينا. الو 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 طارق الكراسي. يا بوشي. ايوه يا بوشي. ايوه يا ما ايوه يا بنتي. ايه انت فين؟ الله انت فين يا عم طارق؟ مين معايا؟ انا بوسي. انت بوسي؟ اه. بتكلم ايه كده يا بوسي؟ عندي برضو. ها؟ عندي برضو. عمك ايه؟ برد. انت مين؟ انا بوسي. انت مين؟ بوسي بوسي بوسي. ها؟ بوسي. انا بوسي. ماشي انت مين بقى؟ انا بوسي. انا بوسي بالعربي. انا بوسي. انت بوسي؟ ايوه. عايزة يا بوسي؟ عايزة كراسي. انا بكلمك ليه؟ انا عايزة كراسي. عايزة كراسي؟ اه يا طارق عايزة كراسي. انا عايزة كراسي. لا وقال ايه؟ بوسي. يا بالعربي بوسي. بوسي بالعربي. عندي برضو. عندي بردو. بردو. فقال لك ايه؟ قلت له عندي بردو. قلت له لا. قلت له بلغ... برد. برد. لازم ياخد الحته اللي لا بس انت مندمج كومبليتلي في الفيديو. صوت وحركه وبمثل معاك. بتساعد نفسك يعني. اصحابي اصلا ما ببصش عليهم، بخش في الحوار كان انا بجد في الحوار ده. ده اصحابك متامرين معاك. اه بيقولوا لي في ودني اعمل كذا. اخدت شتيمه قد ايه بقى؟ يا فظيع. يا اللي ما اعرفه وما اللي ما اعرفوش. والله لازم عندنا حاجه. احكي لنا بقى المواقف الغريبه دي. المواقف الغريبه مثلا حصل موقف ان انا كلمت واحد وشافني في الشارع. الله. الله. الله يا عبد الله. وكنت اخد علقه بجد. ضربك لولا ان في واحد صاحبي كان معايا، كان محمد علاء معايا. محمد علاء ما شاء الله يعني جسمه وكده، ف دخل في الحوار انقذ الحوار في ثانيه بجد. قال لي هو انت بتعمل فيديو؟ فبحسبه بقول له اه حبيبي انا بتاع حبيبي ربنا يخليك. قال لي حبيبي ايه وديني دي. حبيبي ايه ده؟ هو ده انا كنت واحد من ضحاياك. طب وصوت الطفل بقى بيعمل معاك ايه مع الناس؟ انا ما جربتوش قوي صوت الطفل. يعني انا ما حاولتش ان انا اجربه قوي. اللي هو عمو البنت. انا تايه يا عمو. حاولت اعمل في فيديو واحد بس بتاع واحده يعني في السياحه وطفل بيتكلم اي كلام اوكراني مثلا ويتكلم اي كلام وتايه. والمفروض اللي انا شغاله في شركه السياحه دي واحده تمام بترجم الكلام الطفل الايه ده. ده انت بتعمل سيناريو بقى وحوار. سمير اللي معايا في جنبي بيبقى عارف ان هو هيترجم وانا اللي هقول للطفل انت هتعمل كذا وما هتعمل جوزي وانا مراتك. طيب الاسره بقى بتاعتك لما بتشوفك وانت متقمص دور واحده وانت راجل مش بيقعدوا يقولوا انت احنا مش عايزينك تظهر بالشكل دوت؟ ماما بالذات. ماما هي اللي قاعده معايا في البيت. ربنا يخليها لي بس هي اللي كانت متنرفزه من الحوار ده. ولا ما تعملش كده، انت عارف اخواتك ايه وعمامك ايه، ما ينفعش تعمل كده زي صوت واحده، ايه القرف انت بتعمله دوت. ف كلام ماما دخل جواه. بس اصحابي اعمل 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 اعمل. فضلوا ورايا في ظهري يعني. اصحابي بجد كلهم كانوا واقفين في ظهري في الحوار يعني. انا اللي انا فيه الحمد لله طبعا ربنا اول حاجه. تاني حاجه اصحابي وقفوا في ظهري جدا. بتراضيهم بقى اصحابك؟ جدا بجد والله يعني. كل واحد 10 جنيه. اليوتيوب رزقه واسع. بتراضيهم؟ انت محسسني يعني صحابي وقفوا في ظهري كانكم طلعتوا بنيتوا السد العالي يعني. لا صحابي. هو اللي هم وقفوا في ظهري. يلا, يلا 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 هنعبر سينا شكلنا كده. اللي هم بسبب شهرتي ده اللي انا قصدي منه. ايوه بس انت ستيل عندك مليون وي يعني مش مثلا 10 مليون. هو ده بيجي لك منه دخل على اليوتيوب؟ الحمد لله.
ولا عادي؟ هو انا الحوار كله مش الهدف اللي هو حوار الفلوس. انا بحب اهزر واضحك مع الناس، مش حوار الفلوس خالص. ما اتعملش فيك مقلب قبل كده؟ لا اتعمل فيه. من مين بقى؟ سمير اللي بيبقى قاعد جنبي في العربيه. يا شفت شفت داين ومصطفى داين تضايق برضو، عمل فيها صعيدي، هو اصلا اصله صعيدي، عمل فيها مقلب. وانت بقى الحدث ده بقى له قد ايه معاك على اليوتيوب؟ انا بدات يعني بقالي 3 سنين. 3 سنين بوضعك ده والناس عارفاك وبتقعد تعمل مقالب في الناس وكده. جددت بقى، عملت حاجه مختلفه؟ في جديد طبعا لازم عشان بقى ده ان بدات ان الناس اكلمها في التليفون تعرف. بدات مثلا ان هو الافيه بيتقال هو نفس الكلام، نفس السيناريو بيتقال ونفس هو. الشتيمه طبعا من المعلقين هي طبعا اللي هي التيت دي في النص. طب ما تخنتش صوتك ليه تعمل بنت كده متعجرفه؟ عملت واحده عندها 65 سنه. طيب يلا وريني. او واحده بس نفس صوت البنت، بس هو انا دخل عليه قال لي ازاي صوتك دي صوت واحده كبيره؟ ورينا كده واحنا نروحوا. ما هو نفس الصوت ده، مفيش حاجه، نفس الصوت هو. طب عايزه اسمع كده هسمعك الالو. لا الصوت بقى، واتخيل ست كبيره لان كنت شايفه بنوته بتتدلع. هو مش عارف يا جفاري، بس ممكن اقول لك ساعه الفيديو ده. الو. فهو رد عليا قال الو، هو كان شغال في شركه سياحه. الو. تمام. ايوه تمام. الو. ايوه الو. ايوه اهلا. تمام الحمد لله، لو سمحت عايزه احجز اروح الغردقه. امتى طيب؟ عايزه احجز. هو حضرتك انت كاتب يوم 17/10 وعايزه اطلع الغردقه. ده ده كام كرسي؟ الايه كل في الاخر؟ ده 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 كام كرسي؟ انا عايزه كرسي ترابل. ترابل يعني تلاته جنب بعض؟ طيب طيب حضرتك هو دخل عليه الموضوع ده وحجز لك؟ عندي بنتين، عندها واحده عندها سنه ونص وواحده عندها سنتين، وانا عندي 65 سنه. طب ازاي؟ لا ده مش صح، ده 65 يعني انتي واولادك، كانك انتي واولادك عايزه تحجزي. فقال لي ازاي سنتين وحاضر عندي 65 سنه؟ قلت له انا عامله اوفر عادي، انت مالك؟ ده اوفر وبتاع، وفضلت اهزر معاه. واصحابك جنبك؟ دخلت عليه. اصحابي. في واحد في الفيديو ده كان ورايا فتح الباب من كتر الضحك. رجع في الشارع من كتر الضحك، بطنه بوظ خالص. رجع ولا جات له كورونا؟ لا ده قبل الكورونا خالص. طب وانت مستمر على كده ولا بدات تطور نفسك؟ يعني سمعت انك بدات تعمل افلام قصيره حاجه كده. في حاجات هعملها على فيديو كليبات، يعني في اغاني مثلا حزينه تمام، فانا همثلها على اساس ان انا واحده وواحد صاحبي، وامثل بقى البس مثلا وكاننا بنصورها. بنصورها وفي ترجمه طب ايه اخترت اغاني كليبات ايه؟ كليبات بقى والجو ده. يعني في اغنيه بتاعت مريم فارس انت مين تمام، وانا مش انانيه، انا مش انانيه، لا انا مش انانيه دي. لبست بقى الهدوم وكده لا ده انا لبست كيس بلاستيك على شعري وطرحه كده. لا ده كيس بلاستيك، ما ده الطرحه باروكه ولا باروكه، هي كيس البلاستيك ده. ما هو لازم يبقى الشكل كوميدي. ومعانا واحده كمان برضو تمام، لسه برضو الكيسه وهو في النص. وصورتها ولا لسه؟ لسه بنصورها. لسه بتصورها؟ طيب كويس. يعني يعني انا مبسوطه انك بتقلد وعايز تبقى ممثل مسرحي. نفسي والله. وربنا يوفقك. تخصص كليه ولا لسه؟ انا خلصت. خلصت؟ هندسه. هندسه بتشتغل ولا لسه؟ لا انا كنت شغال وبعد كده سبت الشغل بقى لما دخلت السوشيال ميديا. بس من السوشيال ميديا مش هتبقى شغلتك الاساسيه؟ ما دي مش اساسيه، يعني دي اليوتيوب مش هيبقى معايا على طول، او السوشيال ميديا تبقى معايا على طول. لا هو اكيد الشغل اللي انا في مجالي انا هيبقى دايم معايا اكيد. فان شاء الله هقدم السي في بتاعي في حاجه قريبه ان شاء الله. طب كويس. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. مبسوطين قوي يا شين كنك كنت معانا النهارده. العطار بيتكلم ازاي؟ ايوه ليه؟ ايوه شريف. مبسوطين قوي قوي انك كنت معانا. مبسوطين قوي قوي و و و و و وجينا للفقرة الطبية. معانا الأستاذ الدكتور فريد وجدي، أستاذ العيون بكلية الطب، واستشاري أول جراحات تصحيح الإبصار
والجزء الامامي من العين. الجزء الامامي من العين. الجزء الامامي يعني هو في تخصص جزء امامي وجزء خلفي وجانبي هو في جزء العين بتقسم لجزئين، جزء امامي وخلفي. ففي اطباء متخصصين بس في الجزء الامامي، وفي اطباء متخصصين في الجزء الخلفي. ده ليه ناس خاصه بيه وده ليه ناس تانية. طب وامتى انا كمريض اعرف اني انا تعبانه بالجزء الامامي عشان اجي لحضرتك، او بالجزء الخلفي اروح لغيرك؟ ده بيتم اثناء الفحص بتاع المريض اللي احنا بنعمله في الفحص الاولي. في امراض بتندرج تحت الجزء الامامي زي الميه البيضاء وزي الميه الزرقاء، تمام، وزي التهابات القزحيه. دي كلها امراض تحصل في الجزء الامامي. فدي عاوزه واحد متخصص في الجزء الامامي. انهي بقى الجزء الامامي؟ الجزء الامامي هو اللي بيبتدي من اول القرنيه لغايه العدسه بتاعه العين. يعني الحته دي بس، الحبه دول بس. الجزء الامامي زي ما احنا شايفين كده، الجزء الاسود اللي احنا بنشوفه في عينينا دوت، هو اول طبقه اللي هي السواد والبياض. ده السواد ده لون القزحيه، وسطح حاجه اسمها القرنيه، تمام. والقزحيه في حاجه اسمها عدسه العين. لغايه عدسه العين ستوب، ده اسمه الجزء الامامي، من اول القرنيه لغايه عدسه العين. بعد عدسه العين لغايه الشبكيه والعصب، ده اسمه الجزء الخلفي. فبسهوله مع الاجهزه الحديثه انا اعرف دلوقتي ايه هي الامراض اللي تبع الجزء الامامي وايه الامراض اللي تبع الجزء الخلفي. يعني الجزء الامامي ميه بيضاء، ميه زرقاء، ميه زرقاء، ليزك عشان خاصه بالقرنيه وتصحيح الابصار، وبعض امراض اللي هي الاورام اللي ممكن تحصل في الجزء الامامي من العين، التهابات القزحيه. دي كلها حاجات ممكن تحصل في الجزء الامامي. الجزء الخلفي بقى يخش فيه جراحات الشبكيه، الانفصال الشبكي، التهابات عصب العين، وعلاج الشبكيه للناس اللي بيجيلهم سكر على الشبكيه، وبعض الامراض الثانيه زي الضغط والفشل الكلوي. كل الكلام ده دي بنحتاج ان احنا يبقى في خبير متخصص في الجزء الخلفي بتاع العين عشان يعرف يتعامل مع الحاله بشكل كويس. طبعا اكتر حاجه انا بقى عايزين نكلمك فيها كلنا وكل الناس وعايز تسمعها اللي هو الليزك. يعني لان عندنا ضعف بصر، فدايما لما عايزين نعالجه. تمام. هو الليزك ده تعتبر من التقنيات الحديثه في مجال الليزر بصفه عامه. هو بيتم عن طريق جهاز اسمه اكزايمر ليزر، ده نوع من انواع الليزر، تمام. الليزر يقدر يشيل جزء من خلايا القرنيه للناس اللي عندهم تحدب عالي في القرنيه، وبالتالي بيحصل لهم قصر نظر شديد. بعد فتره من ظهوره ابتدى يتطور اكتر، وابتدى ان هو يتم بيه تصليح طول النظر والاستجماتيزم. فبقى الليزك حاجه طبعا احدث صيحه لاي حد مش حابب ولا يلبس نظاره ولا يلبس عدسه لاصقه، لان النظارات زي ما حضرتك لسه بتقولي حضرتك دلوقتي ان هو النظارات ساعات بيبقى شكلها مش حلو ونظر ضعيف، وتلاقي النظاره كده بنسميها كعب كوبايه دي وبتاع. فطبعا ناس كتير ما بتحبش تلبس نظاره زي كده، وفي نفس التوقيت في ناس مش مناسب ليها تلبس عدسه لاصقه، مش كل الناس هتحب العدسه اللاصقه. فبقى الليزك هو الحل الامثل للناس اللي مش هينفع معاها النظاره او مش حاببها، او كذلك العدسه اللاصقه ممكن تسبب له بعض الايه المشاكل. فبقى الليزر اللي هو الاكزايمر ده بسهوله جدا يجي على بعض خلايا القرنيه، يشيل جزء من التحدب اللي موجود ده، وبالتالي يصلح الجزء اللي هو فيه ضعف نظر. لو قصر، لو طول، لو استجماتيزم استجماتيزم. وبالتالي من تاني يوم يقدر العيان يبقى شايف 6/6 ويمارس حياته بشكل طبيعي جدا. مع تطور الاجهزه اللي احنا موجوده عندنا في بلدنا وفي كل مكان في العالم، بقى العيان دلوقتي بسهوله جدا يسالني، انا يقول لي انا هقدر انزل شغلي امتى؟ اقول له بكره الصبح. لان هو فعلا كده هينزل شغله بكره الصبحيه ويمارس حياته مهما كانت الدقه بتاعت شغله. فطبعا عشان كده بقى في اقبال كبير جدا على عمليه بهذه الاهميه اللي هي عمليه الليزك. دي احدث حاجه بقى. بس هو بقى في بقى على سؤال حضرتك كده، ان هو هو ده الليزك، لكن الليزك بقى في منه انواع، ماشي؟ في انواع قديمه وفي انواع اللي هو حديثة. لازم معاها نظاره. بالظبط كده. انواع القديمه دي كان في نوع اسمه الليزر السطحي. تمام. وفي نوع اسمه الليزك العادي، وفي نوع اسمه فيمتو سمايل. يعني لو في صوره معانا كده دلوقتي هتورينا الاختلاف بين الانواع وبعضها. هنبص نلاقي ان الليزر السطحي زي ما هيبان معانا في الصوره دلوقتي، هنبص نلاقي ان الليزر بيجي بس على السطح بتاع القرنيه ويكشط كده. على كده يعني يكشط كشط كده. بالظبط. كلمه كشط دي كلمه هايله جدا، هو فعلا ده اللي بيحصل. فيتظبط النظر لانه شال التحدب اللي موجود فين؟ في القرنيه. بس بقت القرنيه منها للهواء، صح؟ بقى في الم. تمام. اهو ده شكل الليزك العادي زي ما احنا شايفين، ودي الطبقه اللي بنرفعها للناس اللي عاوزين نعمل لهم الليزك العادي، مش الليزر السطحي زي ما كنت لسه بتكلم. فبنشيل طبقه من القرنيه بجهاز معين، وبنرفع ونبتدي نسلط الليزر على الجزء المتبقي من القرنيه. فبالتالي هيشيل التحدب بشكل كويس جدا بما يتناسب مع
ضعف النظر اللي موجود عند المريض ده، وبالتالي يتصلح النظر تماما. الصوره اللي بعدها بقى، لا في صوره ثالثه، الصوره دي ده الليزر السطحي زي ما حضرتك لسه تقولي بقى، ادي الليزر بيجي على القرنيه من الخارج يعمل قشط تمام. بس لما يعمل قشط للقرنيه انا ما ينفعش اسيب القرنيه منال الهواء كده، لان القرنيه بالنسبه ليها كانها منال الهواء، زي بالظبط ما تكون انت عندك تعويضه في ايدك وبتحطي عليها ميه نار ايده، فالعين ما يستحملش، فلازم نحط له عدسه لاصقه على سطح القرنيه عشان تلتئم الجزء اللي احنا عملنا عليه القشط بالليزر ده. فده بياخد حوالي من 5 لـ6 أيام لغايه لما القرنيه ترجع تاني لطبيعتها، ما بقاش فيه الم، ما بقاش فيه وجع. فعشان كده النوع ده عيبه والعدسه تفضل موجود، كل حاجه موجوده بس بتتشال بعد كام يوم. يعني عدسه بس اغطي بيها الجرح، الجرح بس بتاع القرنيه. النوع ده عيبه الوحيد ان هو بيبقى فيه الم، العين بيتالم منه شويه. لكن الصوره بقى الاولانيه اللي هي الليزك، والصوره دي ده بقى ايه هو احدث الليزك ده. حاجه اسمها فيمتو سمايل. فيمتو سمايل ده احدث انواع الليزك، لان زي ما حضرتك شايف بالصوره هنا في حاجه لونها ازرق، خط ازرق على اليمين كده. الخط الازرق ده عن طريق جهاز الاكزايمر ليزر بيسلط شعاع يقوم عامل لي فتحه طولها 1 ملي تمام، وبعدين يعمل سيكشن، يعني يعمل يشيل جزء من القرنيه داخل القرنيه تمام عن طريق الليزر، ويتحدد بالنقط البيضة دي جوه القرنيه. بس ناخد بالنا من حاجه، دي لو قارناها بالصوره الاولانيه انا ما شلتش اي حاجه، ما رفعتش طبقه من القرنيه، القرنيه زي ما هي نايمه وزي ما هي في حالها تمام كده. فاكيد ده احسن وامن للمريض ان انا اشيل له طبقه وارفعها، او ان اسيب الطبقه ايه زي ما هي. فبالمنظر ده هيقوم القرنيه الجزء الداخلي بتاعها هيتشال، ويتشال التحدب برضه بس بدون ما ارفع الطبقه. فبقى اكثر امانا للعيانين اللي خايفين ان طبقه تترفع وطبقه ترجع. طب افرض بعد ما الطبقه رجعت اتخبطت في عينيا، طب افرض مش عارف ايه، طب افرض عملت لا قدر الله حادثه او اي حاجه، فده بيدي امان عالي جدا للحاله. يعني دي احدث حاجه، دي احدث انواع اللي هي بنسميها فيمتو سمايل تمام. ان انا بفتح حاجه ملي ملي بسيط يخش أيوة. منه شعاع الليزر يعمل السكشن جوه داخل القرنيه، يشيل الجزء اللي كان هيشيله الليزر بالتحدب العالي بدون ما ارفع اي طبقه من القرنيه. فبالتالي امان عالي جدا. طب واللي انا فتحتها الملي دي يلتئم تاني؟ هيحصل هيلينج، هيحصل التئام بعدها خلال 24 ساعه. لانها 1 ملي وخلاص هتلتئم، ونحط عدسه لاصقه عليها لمده يوم واحد تلتئم وكان شيء لم يكن، وهبقى محتفظه برضو بنفس الطبقه الخارجيه زي ما هي بالظبط كده، ولا الم ولا رفعت طبقه ولا عملت اي مشكله. بيصلح ضعف النظر لغايه ماينس 8 وماينس 9 في بعض الاحوال. الله إيه؟ ماينس 8 هاجي لك اعملها. ده انت هتنوري الدنيا كلها. تمام متفقين؟ متفقين. بس لو جات لك لا. مين هي؟ سيبها تلبس نظارة. لا بس دي حبيبتي ما اقدرش. انا عامله ليزك خلاص. خلاص كده يعني. كلنا عاملين واحنا عايزين الاحدث. هو هنعمل احدث ليه بقى؟ ما خلاص. انت عملت خلاص بقى مش موضوع حبيبتي. بس تلبس نظارة. لا ما خلاص، ما انت بعد ما بتعملي بتشيلي، لا ما بتلبسيش. لا 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 لازم. لا. لان هي دلوقتي اللي بتتعمل اللي هي قبل دي. بنعمل وبنختار اشوف البعيد ولا القريب. لا هو كان ايه بقى، انا هقول لك على حاجه تصليحا للمعلومه، هو كان في جهاز فعلا قديم اول ما الليزر ابتدى يظهر وكده، فالجهاز ده ما كانش عنده قدره ان هو يصلح كل الضعف اللي موجود. ففعلا نسبه كبيره من الناس بعد ما كان بيصلح لهم نظر يرجعوا تاني يحصل لهم -1 -2 فيحتاج يلبس ايه نظاره. انا اتمينصت على الاخر. لا ده انت كده غلط بقى، فلازم اجي لك تشيل المنايص كلها. طب ايه السبب في رجوع الماينس 1 وماينس 2 رغم انك عامل عمليه بقالك 7-8 سنين وماشي كويس؟ بالظبط، ده حاجه بنسميها كفاءه جهاز، ان هو الجهاز نفسه المفروض التقنيات الحديثه كلها بتمنع ان خلايا قرنيه يحصل فيها اي تغيرات بعد كده في المستقبل، فتعمل تحدب جديد ومنها ضعف جديد. ده تعالج في الاجهزه الحديثه، لكن ما كانش موجود في الاجهزه الايه القديمه. فعشان كده بقت الاجهزه الحديثه فعلا اكثر امانا، بقى نادر جدا لما حد يحصل له ضعف نظر تاني تمام كده. فعشان كده فعلا احنا دلوقتي بنعمل للعيان الحاجه اللي هي الحديثه اللي احنا بنتكلم فيها دي. بس هي برضه نصيحه للناس عاوز اقولها لهم بقى من خلال البرنامج الشيق بتاعكم ده، ان هو يا ريت ان هو كل واحد يعرف ان كل واحد يناسبه نوع معين. ما ينفعش تقول للدكتور بتاعك انا عاوز ده، ما هو الدكتور اكيد اللي بيحدد. لان ممكن يكون صاحبك او صاحبتك ايه عمل نوع معين، الدكتور اللي بيحدد بالظبط يعني كده المريض اللي قدامه محتاج ايه. ايوه، فبنفاجئ بعض الناس يقول انا صاحبتي عملت فيمتو سمايل انا عاوز اعمل زيها. فطبعا كل واحد مختلف تماما. طب يعني ايه اللي بيخليك تعمل لده فيمتو، وايه اللي بيخليك تعمل لدوت قشط؟ اللي احنا كل المرضى قبل ما نعمل لهم ليزك بنعمل لهم حاجه اسمها اشعه تصوير قرنيه. الاشعه دي بتحدد سمك القرنيه وبتحدد تضاريس القرنيه. القرنيه دي ليها تضاريس، ليها سطح امامي وسطح خلفي. فكل الثلاثه عوامل دوت مع بعض، ده يقول ده يعمل ليزر سطحي، ده يعمل ليزك، وده يعمل فيمتو سمايل، ده يعمل فيمتو ليزك. فعشان كده انا اختار الحاجه اللي تناسب العيان بتاعي. انا لازم اختار الامن للعيان بتاعي.
يعني لو على سبيل المثال لقيت سمك القرنيه بتاع العيان ده ضعيف، السمك الضعيف مناسب ليه اكتر للزر السطحي مع انه في الم، بس هقول له ده مناسب ليك احسن. السمك الكويس قوي قوي اعمله ليزك اللي هو العادي هيبقى مناسب ليه اكتر. العيان اللي هو خواف جدا وحركته في عينين بيبقى حركتهم صعبه شويه، لعيبه الكوره، الناس اللي هم رياضيين تمام كده، اللي عاوز ينزل شغله تاني يوم وفي حركه دؤوبه، فده ممكن نخاف ان هو يتخبط مثلا، فيفضل ليه الفيمتو سمايل. بلاش نعمل ايه الطبقه اللي بعدها بنعمل الليزر. فكل واحد ليه حاجه خاصه بيه زي ما تكون حاجه وانت بتفصليها تمام كده. والسن ليه علاقه بالموضوع؟ السن لغايه قريب جدا من حوالي 5-6 سنين كان ستوب عند 40 سنه. يعني 40 سنه ده السن اللي هو نقول للمريض بلاش تعمل ليزك بعده تمام. مع الاجهزه الحديثه بقينا نقدر نعمل ليزك بعد سن ال 40، مع اللي احنا نقول للعيان بتاعنا خد بالك اللي انت هتحتاج تلبس نظاره قرايه لان الليزك مش هيصلح القرايه تمام. حديثا انا عندي الحمد لله في شغلي وكده في جهاز انا اشتغل عليه حاليا دوت بيصلح للعيان فوق سن ال 40 المشي والقرايه تمام. وده احدث انواع بقى الايه التقنيات بقى، ان هو العيان فوق سن ال 40 بالنظام القديم يعمل ليزك يلبس نظاره قرايه، لكن حاليا لا ممكن يعمل ليزك يصلح بيه مشي وقرايه تمام كده. فالناس لما ابتدت يبقى عندها وعي وتعرف الكلام ده وننزل لها صور للعمليات دي ابتدت فعلا الناس تيجي بشكل كبير جدا وتعمل معايا او مع غيري كمان عمليات الايه تصحيح المشي والقرايه مع بعض. حتى لو عامل قبل كده، حتى لو هو عامل قبل كده، حته ان حد يعمل انا عامل لناس ليزك، تخيلي حضرتك انصار ان هو بعد 20 سنه جالي قال لي انا عملت ليزك من 20 سنه بس لسه عندي ماينص 2، ممكن ترفع الطبقه تاني اللي احنا كنا لسه شايفينها من شويه وتسلط الليزر تاني طالما سمك القرنيه يسمح. ما كنت لسه هقول لك ما اروحش اعمل على طول خلص. لازم الاول اعمل يعني كشف للعين بالظبط تستحمل ولا العيان اللي جاي لك ده انت مش عارفه ايه تاريخه القديم. فممكن تاريخه القديم ما كانش كويس. يعني ايه الكلام ده؟ الدكتور اللي عمله ليزك قبلك هو كان ماينص 10 مثلا، فالدكتور استهلك كل شيء في القرنيه ما بقاش عنده غير سمك يا دوبك على قده كده. كانت عينيه ماشيه ماشيه بطال ماشيه ماشيه بطال. فما نجيش احنا نكمل على المشي ده طبعا ايه ما فيش مكان نكمل على حاجه تبقى يا دوبك حاجات بسيطه اللي فاضل الجزء اللي فاضل ده ماشي حياته بشكل كويس وخلاص. ما اقدرش اشتغل ليزك ليزر عليها. نقول للعيان شكرا انت كده تمام امشي يا حبيبي بماينص 3 وهي حلوه قوي مش عاوزين اي مشاكل. طب والحول بقى يا دكتور؟ الحول ايه بقى؟ الحول ده قصه ثانيه خالص. ان في بعض الناس بيجي لها انحراف في العين. انحراف العين ده بيبقى اسمه حول تمام كده. طبعا معظم حالات الحول بيبقى محتاجه عمليات وحالات قليله قوي منها اللي محتاجه نظارات تمام كده. فمهم جدا بالفحص اللي احنا نحدد الحاله اللي هنشوفها سواء اذا كان طفل او كبير هو انهي نوع من الحول ده. هل هو حول يتصلح بنظاره؟ في انواع كده فعلا البسه نظاره الحول يتصلح الموضوع انتهى خلاص تمام كده. اول ما هيجي يلعب النضاره الحول هيرجع تاني شويه بشكل مش كويس، لكن هيلبسها هيبقى الدنيا بالنسبه له ايه كويسه. فعشان كده ده شكل. لكن في اشكال كتيره قوي محتاجه تعمل عمليات ايه للحول، ودي عمليات بسيطه جدا جدا اسمها عمليات الحول. وبحب برضه من خلال دي اختصاصك برضه انا الجزء الامامي وكله عضلات الرقبه برضه تبعنا يعني. فطبعا من الحاجات المهمه جدا ان هو دلوقتي الناس بقت طالما احنا بنتكلم على الليزر وكده الناس عندها حاجه اسمها ليزر، كل حاجه ممكن تتعمل بالليزر. يعني تخيلي يعني دلوقتي يعني فيجي عيان يقول لي انا عاوز اعمل عمليه حول بالليزر. طب ازاي تعمل بالليزر؟ ده عضلات العين دي بتحيط بالعين ومفيش ليزر ممكن يخش يقطعها ويركبها تاني. فبعض الناس بقت عندها احساس ان ممكن الليزر يعمل اي حاجه في اي حاجه. فطبعا انا بخاف على الناس دي كويس قوي وبفهمهم اقول لهم يا جماعه لا إيه ممكن الكيس الدهني مش بيتشال بالليزر. الحول مش بيتعمل بالليزر. زي واقول للعيان خد بالك هو انت دلوقتي لو رحت تخلع ضرسك هتخلعه بالليزر؟ لا يعني لازم جراحه بقى. الناس فاكره ان هي دلوقتي بتخس وتشيل دهون بطنها بالليزر. بالظبط كده. فاحنا عاوزين نقول للناس لا خد بالك في تجميل وفي ليزر كل حاجه ليها الحاجه بتاعتها. فانت دايما دايما طالما انت واثق في الدكتور بتاعك دايما خليه يختار لك الحاجه اللي هي الايه؟ الامان بالنسبه لك، ويكون انت معلومتك يا ريت تاخدها من مصدرها تمام كده؟ ليه ما تاخدهاش من مواقع التواصل بيكتبوا مثلا ممكن كلام مش سليم او بعض الاحيان، فخد يا ريت المعلومه المصدر بتاعها الايه؟ والعين معروفه فيه. عينك تعباك ششم. بالظبط انا دايما اقول نحط ششم على طول. العين عندنا عاوزه حرص عالي جدا. الغلطه بفوره يعني الغلطه بفوره زي ما بيقولوا كده. يعني ايه الغلطه بفوره؟
ان انت لازم تبقى خايف على يعني العين، العين دي على حياتك يعني حركتك يعني، يعني لو حصل لا قدر الله اي حاجه لازم كده. فعشان كده انت دايما ما تستهونش باي حاجه، لازم دايما تستشير. وزي ما حضرتك بدانا اول حلقه قلنا ايه، ايه الجزء الامامي وايه الجزء الخلفي، لازم تدور مين المتخصص في الجزء الامامي، مين المتخصص في جراحات الجزء الخلفي، هتمشي صح غالبا ان شاء الله هتبقى النتيجه كويسه. وبرده يا دكتور عايز اسالك، هو في دلوقتي تبديل عيون؟ في تبديل، هو الناس خدت المعنى ده على بعض العمليات اللي بيتم فيها تغيير لون العين، يعني في عمليات فيها تغيير لون العين. تبديل عين خالص؟ لا، عين ضاعت وعصب انتهى، مفيش حاجه اسمها ان انت ترجعي تاني عصب، يعني تركبي عصب وتركبي عين عشان نفهم الساده المشاهدين. لكن هو ممكن بيتعمل حاجه اسمها عين صناعيه، يعني واحد فقد عينه في حادثه مثلا، ممكن انا اعمل له عين صناعيه تبقى شكلها شكل العين الثانيه بالملي. تمام كده، ودي برضه بنعملها خلاص، ولازم تعمل بشكل حلو عشان يبقى التجميل عالي جدا في الحالات اللي زي كده. في بعض العمليات الحديثه ان هو بقى في بعض الناس بيطلبوها، يقول لك ايه بقى، انا عاوز عيني تبقى لونها ازرق. طب ده بقى ايوه دي موجوده دي. ده محتاج حلقه لوحده، دي حلقه تانية خالص. انا عاوز عيني كده يبقى لونها اخضر. والله خلصت فقرتنا، يلا بينا نروح للفقره الجايه. انتبهي لي يا حبيبتي، منك ليه هنشبت يا اختي، انت سيبي الغسيل اللي في ايدك وانت سيبي الطبيخ اللي في ايدك وتعالوا لي هنا. قال ايه، بيقول لك كبسوله تاخديها مره واحده في العمر، تفضلي تنزلي 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 لحد ما تبقي ايه، عود البطل. انا بقى لو سمعت الكلام ده من حد غير اللي هقول لكم عليه كنت قلت لا ده بيقول اي كلام، لكن اسمع الكلام ده من الاستاذ الدكتور احمد السبكي، هنا بقى يبقى فيه الكلام، لانه مش اي دكتور يا اخوانا، ده استاذ جراحات السمنه والسكر كليه الطب جامعه عين شمس، عضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر. الدكتور واضح انها هتبقى اخف دم الحلقه عملتها في حياتي. الاول بس انا يعني بشكرك، وكويس ان جت الفرصه بعد سنه اشكرك على العمليه اللي عملتها لمرات اخويا، وبوصل لك الف بوسه. ربنا يخليكي. اهلا واحده مرات فريد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا دكتور. ايه يا دكتور، يعني الولع اللي عندك بالسوشيال والتسويق وبتظهر دايما في البرامج، يعني مهتم بدوت، عندك وعي مبكر يعني. والحقيقه اهم العلم مهم، بس هو لازم يوصل للناس. فاحنا ما ينفعش يبقى في علم كويس وفي حاجات ابديتد والناس في غنى عنها. انا عايز اقول لحضرتك، عندي ناس بيجوا لي يعملوا العمليات من امريكا ومن اوروبا عشان هم مش عارفين هي بتتعمل فين. يعني عمليات السكر اللي احنا بنعملها في مصر بتتعمل لينا زمايلنا في امريكا وفي اوروبا بيعملوها بمستوى عالي جدا، بس ما فيش ما قدروش يوصلوا للناس. انتوا هنا الحقيقه بتقوموا بدور جامد جدا ان انتوا بتقدروا توصلوا المعلومه دي لكل شخص في بيته، الكلام ده مش متاح في اي حته في العالم. دكتور احمد السبكي اللي شرفنا ونورنا، ايه حكايه الكبسوله المبرمجه؟ زمان احنا كان عندنا حاجه اسمها بالون المعده، بالون المعده كانت حاجه جديده وجميله بقى لها اكثر من 20 سنه، حلت محل العمليات في نسبه معينه من الاوزان. تنزل بتدخل من الفم، مفيش عمليه. بمنظار الفم، مفيش حاجة في البطن ولا عمليات ولا حتى منظار البطن، بدون تخدير لأنها كانت بمناوم خفيف. فدي كانت طفرة في وقتها، لكن مازال كانت الناس تخاف، يقول لك في منظار في الفم لا بلاش، لا هاخد مناوم قريب من التخدير. فبرضو كان بعض الناس بيجي عند الخطوة دي يقول لا مش هعمل. فعملوا بقى الاختراع الجديد خالص اللي هو الكبسولة المبرمجة. كبسولة عبارة عن فعلا هي كبسولة بتتبلع تتشرب بشوية مية ولا بينج، والشخص قاعد صاحي وقاعد على الكرسي بتاعه عادي خالص، بياخدها وبيشربها بشوية مية، تنزل جوه المعدة تتحول لبالون. البالون اهي اهي بالظبط، بتقوم بدور اهي البالون الحبية اللي احنا كنا بنتكلم عليها عادي خالص. يبقى هي في الاخر بالون، بس لا احتاجنا منظار في اننا ندخلها، وبتنفش جوه. هتملى زي ما حضرتك شايفة، دخلت خلاص انتشرت كبرت
شغلت حيز في المعده. مش بس كده، هي فكرتها مش انها تملى حيز المعده، لا، ان هي نفسها وجودها في المعده بيخلي الحرق يزيد اضعاف. ليه بقى؟ عشان المعده فيها هرمون اسمه بي واي واي. اي حاجه سواء بالون، سواء برد في المعده، سواء قلق في عصبيه المعده. عشان كده حتى تلاقي الشخص اللي يقول لك انا عندي حاجه قلقاني، معدتي قافله، انا مش عارف اكل، وتلاقيه خس لمجرد ان هو بيفكر، لان الهرمون ده بيتاثر باي حاجه تعمل له اريتيشن او نوع من القلق. وجود بالون جوه بيضعف الهرمون اللي هو اصلا بيقلل الحرق، فالحرق يزيد. فهي تبقى عملت حل سحري، بيقلل الحرق فالحرق يزيد. الهرمون بيقلل الحرق، واحنا قللنا الهرمون، فقللنا اللي بيقلل الحرق بالظبط. يبقى النتيجه بتاعتنا عشان كده لما حد يكتئب او يتضايق او يحصل له حاجه بيتأثر. نفسه تسد على الاكل ده ما كانش بقاله 3 ايام بالظبط، الهرمون ده بقى الهرمون. ونفس الموضوع لو هو مثلا عنده برد في معدته، يقول لك انا عندي برد، معدتي مش قابلة اي حاجه، برضه من ضمن الحاجات اللي بيأثر عليها البالونه دي بقى تخش جوه تقدر عيشه الهرمون. بالظبط، ده وصف دقيق فعلا. فتعلي الحرق وتخسس قد ايه؟ وتسد الشهيه. هي بتقعد 4 شهور. في خلال الفتره دي الشخص ممكن يخس من 15 لغايه 30 كيلو. عشان كده احنا دايما بنقول الكبسوله او البالون حل مثالي لاصحاب السمنه البسيطه والمتوسطه. يعني لو بنتكلم في 20 كيلو مضايقينك، 20 بكتير 30 كيلو، محط لك بالون. ولو حتى السمنه في حته معينه، لو في البطن. بصي، وهو اكيد لما الشخص يخس 15 20 كيلو كل المناطق الزياده هتنزل، الزياده البطن هتنزل، لان تمركز الدهون في الاشخاص مش زي بعض. ممكن تلاقي واحده تمركز الدهون في النص الاسفل من جسمها، لما تخس ضروري الجزء ده هينزل، وممكن تلاقيه في البطن، ممكن تلاقيه في الدراعات. في ستات تلاقي الدراع بتاعها هو اللي زايد اكتر، لكن في الاخر هي هتنزل كلها، لكن هتنزل اكتر من المناطق اللي مليانه اكتر. بس في برضه حلول اخرى ممكن نعملها زي ما حضرتك بتقولي، لواحده مثلا عندها منطقه معينه هي اللي مضايقاها، ممكن نعملها بقى الفيزر اللي هو النحت، اللي برضه مميز جدا لانه بيدي نتيجه فوريه، يشد الجلد، يمنع ان الدهون ترجع في المنطقه دي تاني. جيب الجراحه؟ لا، ده فيزر بدون جراحه. الفيزر بيشتغل من فتحه 2 مللي، ابره رفيعه طويله بتسيح الدهون كلها اللي تحت الجلد، ولها ميزه ان هي بتشد الجلد فتعمل النحت، تلاقي الجلد لازق على العضله فياخد الشكل الانسياب. بتنفع في 80% من الحالات، يعني في حالات يبقى درجه الترهل عندها كتير فنقول لها لا نعمل لك جرح، انما لو درجه الترهل متوسطه الفيزر، وممكن نضيف عليه حاجه اسمها جي بلازما تدينا نتيجه مثاليه. ايه بقى جي بلازما دي يا دكتور؟ الجي بلازما برضه طريقه حديثه بدون جراحه، بتشتغل برضه من فتحه 2 مللي، بتشتغل من تحت الجلد، بتخلي الجلد يقل في الطول ويزيد في السمك ويشد فعلا تماما بدون جراحه. يعني كاني مثلا حط استك في حاجه وبدككها تاني. هو بالظبط، فبدل ما الجلد عامل كده كاني بدككه تاني يشد. انت حضرتك لو تاخدي بالك السيده لما بتبقى حامل بعد الولاده، الاول تلاقي بطنها ساقطه وبايظه وعليها ستريتش ماركس عنيفه، وبعدها نقول شهرين ولا حاجة تلاقي البطن لمت تاني. ده لأن الجلد عنده القدرة على التمدد والانكماش لدرجة معينة طبعا، وأكيد تكرار الحمل بيبوظ الخصية دي في الجلد، فيبتدي بقى يترهل ما يلمش تاني. فإحنا لو لحقنا الجلد في مرحلة يكون فيها لسه قادر على الانكماش وإنه يلم تاني، بناخد نتيجة مثاليه بالجي بلازما بدون جراحه. دي ليها علاقه بالسن؟ اكيد البنت احسن من السيده اللي حملت مره، احسن من اللي حملت 3 مرات، اللي عندها 20 احسن من اللي عندها 50 احسن من اللي عندها 70. اكيد بتختلف طبعا، لان احنا عارفين ان بالعمر درجه الليونه والاستجابه للجلد بتختلف. طب يا دكتور، نرجع تاني للبالونه. البالونه دلوقتي جوه المعده وقدرت عيشه البي دبليو دبليو دوت وخلاص، والحرق جميل وخسينا 10 كيلو، نعمل ايه في البالونه بقى؟ هي تنزل لوحدها.
ازاي؟ ودي برضو من ضمن مميزاتها، وعشان كده هم سموها المبرمجه، تدخل لوحدها، تملى لوحدها، تنزل لوحدها. هي بتنزل لان هم عاملينها الماتيريال بتاعتها ما تستحملش حموضه المعده اكتر من فتره، بعد كده حموضه المعده بتهضمها زي ما بتهضم اي نوع من الاكل او قطعه لحم، وتنزل بقى فضلات تتقطع خالص، لانها بتبقى كيس شفاف رفيع جدا ومش سميك خالص، فبتتهدم تنزل خالص في الاسطولز، والسائل اللي جواها ده ميه عاديه محلول ملح عادي بيخرج عادي كان الواحد كان شارب ميه وخلاص. ونحافظ بقى بعد ما تنزل على الوزن ازاي؟ هي من ضمن مميزاتها وده ميزه لاي حد مشي فتره على لايف ستايل، ان المعده بتبتدي تاخد على الوضع اللي انت قعدتي عليه، انت قعدتي فتره تاكلي قليل، شهيتك قليله، طبعك اتغير في البحث عن الاكل، عرفتي ان انت تقدري تقعدي فتره طويله من غير ما تاكلي النوع الفلاني والكميه الفلانيه، فده يعتبر لايف ستايل للي جاي بقى، ان الشخص يبتدي يعاود نفسه انه يحافظ على ده. نسبه كبيره من الناس بتقدر تحافظ لغايه 70%، في 30% ما بيقدروش يحافظوا ويرجعوا تاني. عشان كده من ضمن الحاجات الاساسيه اللي احنا واحنا بنختار الشخص ان احنا نبقى عارفين ان عنده درجه من الاراده، ان احنا نقول له لو احنا هنديك البوش ده والضغطه دي انت تقدر تحافظ وعندك لايف ستايل، رياضه بتتمشى، عندك مشايه، عندك نوع رياضه بتلعبيه، فيبقى في مينتنانس من الرياضه ولايف ستايل في الاكل. طب يا دكتور لما بتشوف بقى اللي بيطلعوا اللي هم مش دكاتره وتلاقيه جايبين اعشاب وجايبين كراويه وجايبين وتقول لك وهنقعد معاك وصفحاتنا، بتحس بايه بقى؟ للاسف طبعا، للاسف احنا وانت عمال تجري ورا معلومه جايه من بره، فكره جايه وبتجربها وتسافر وتيجي وتعمل مؤتمرات وتلاقي الانتشار اللي حصل حواليك ده، بتحس بايه؟ كلام حضرتك سليم طبعا. احنا للاسف في مصر الدور الرقابي على المنتجات الغير مصرح بيها من وزارة الصحة مش قوي، بيتعرض حاجات كتير بدون موافقات رسمية، ما درستش، ما تعرفش ايه الدروباكس بتاعتها، ادوية كتير بتتباع اونلاين بتتسوق واخدة تصريح ساعات. وانا عايز اقول لحضرتك يعني يمكن مرة اقول الكلام ده، ناس كتير من اللي بيصوروا في حلقات يقولوا ان احنا مش عارف خسينا بالدواء الفلاني وخسينا 50 كيلو، دول عاملين عمليات عندنا وبنشوفهم في المتابعه ويقولوا ما هو احنا واحنا جايين نعمل العمليه احنا عارفين ان احنا هنسترد جزء من فلوسها لما نعمل الاعلان الفلاني. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان للاسف الموضوع بقى فيه ماركت كبير جدا ادويه، واكيد حضرتك سمعت ان فتره من الفترات اتعمل عليهم حصار شويه، و رئيس حمايه المستهلك ضيقوا الخناق عليهم، ضيق الخناق وعمل نشاط، بس هم للاسف عايزين مينتنس، عايزين حفاظ على السيطره عليهم شويه. طب بقى الدكتور بقى بتاعنا اللي بقاله 20 سنه بيطلع في التلفزيون، ليه بقى اتجه فجاه للسياسه ويقول لنا قال ايه؟ انا هدخل مجلس النواب. طب وهسيب الطب لمين بقى؟ لا اكيد مش هنسيبه احنا، الحقيقه دايما زي ما قلت لحضرتك دور العلم انه يبقى في خدمه المجتمع، ودور اي انسان عنده فكره ان هو يقدر يحقق تغير في المجتمع بعلم اخده، لان احنا مش بس متخصصين في حاجه التخصص الدقيق اللي احنا عملناه، يعني احنا طلعنا من جامعه عين شمس مدرس، مدرس مساعد، مدرس مساعد، مدرس، استاذ مساعد، بعد كده استاذ، مسكنا مستشفيات، عارفين المنظومه الطبيه ممكن نعمل فيها ايه، عملنا نماذج في مستشفى تبع جامعة عين شمس، عملنا فيها جزء خدمي ينفع يتصرف عليه، يعني عملنا فيها جزء استثماري وعملنا فيها جزء مجاني بحيث الاستثماري يقدر يخدم المجاني على المجاني من غير ما تحتاجي اصلا ميزانية من وزارة الصحة، سواء من الوزارة او من الجامعة. النموذج ده لو قدرنا نعمله في مستشفيات كتير، يعني يبقى لو احنا عملنا بس دي واسهمنا فيها يبقى احنا عملنا حاجه تفيد، ونعمل دي بقى في كل المستشفيات المجانيه ومستشفيات التامين الصحي ومستشفيات الجامعه بالزبط. اللي هي بتقدم خدمه مجانيه، بحيث تلاقي نعمل جزء استثماري يصرف على المجاني، على المجاني. تخيلي بقى لو احنا قدرنا نعمل كده، هتلاقي الشخص اللي بيتعالج في مستشفى مجاني اخذ
فرصته انه بيدخل مستشفى نظيفة جدا ومجهزة على اعلى طراز زيه زي اللي دافع فلوس برقم كبير وبياخد نفس الخدمة. طب وحضرتك بقى داخل المجلس عشان كده؟ اكيد في خطط تانية كتير لكن اكيد بس انت دي اول تجربة عايز تطبقها. اكيد الملف الطبي من الملفات اللي لازم يبقى المدور فيها يقدر ينفع الناس. ممكن بقى تكلمنا عنه في الحلقة اللي جاية ان شاء الله وللاسف اتكلم عليه بالتفصيل. والمفروض عايز حلقه لوحده دخل الانتخابات ونجح كمان ومسك الملف الطبي في ايده هتلاقي بقى عندنا احنا شكاوي قد كده. لينا بقى حلقات وحلقات وفقرات كتيره قوي مع دكتورنا الجميل دكتور احمد السبكي. شرفتنا ونورتنا وانستنا. انت بتختمي وللاسف خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا. خلاص انا جايه لك يا دكتور في حلقة جديدة من برنامج بتريا وسكينة. حوصل بس عند الدكتور أحمد السبكي أشفط والفط ورجع على الطسور شبتت عشان أنا قلت أنا جميل.